هي مستجدات الأوضاع في البيضاء؟ هل تنفرد بها ميليشيا الحوثيم عن انشغال الجميع بملفات أخرى؟ هل تكون البيضاء محطة من محطات الخذلان المستمر للمقاومين؟ أهلا بكم. معركة جديدة في البيضاء يحشد لها الحوثيون منذ أكثر من شهرين، بدأوها بقتل جهاد الأصبحي واعتقال بعض أقاربها. وحين أعلن شيخ القبلية سير العواضي النكف القبلي، بدأوا بالاستعداد لمرحلة أخرى من الحرب، فقدموا الوساطات القبلية، وهي كما صار واضحا إحدى أهم الأسلحة التي يستخدمونها لكسب الوقت والاستعداد للمعارك كما يقول مختصون. وبالرغم من أن أنظار الناس كانت قد غفلت عن الحرب في البيضاء وظنوا أن تسوية ما قد حدثت، إلا أن الحوثيين أثبتوا بطلان هذا الظن وبدأوا منذ البارحة حربا جديدة دشنوها بقصف مدفعي على مديرية ردمان. ما هي مآلة هذه الحرب إذن؟ وكيف ستتصرف الحكومة الشرعية وجيشها؟ وما دور التحالف إزاءها؟ هل سيترك الحوثيون لإنهاء الحرب بالطريقة التي خططوا لها؟ أم أن مفاجأة ستكون في انتظارهم؟ وهل سيكون مصير الشيخ العواضي مشابها لمصير من سبقه من قيادات عمليات المقاومة في حجور وعتمة وإب وحتى في صنعاء؟ بعد شهر ونصف من تحشيد الحوثيين ميليشياتهم باتجاه البيضاء، بدأت البارحة عملية عسكرية دشنتها بقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من مديرية ردمان، منها مركز المديرية في آل عواض، وهي بلاد الشيخ ياسر العواضي الزعيم القبلي وعضو مجلس النواب الذي كان قد دعا لنكف قبلي مطلع مايو الماضي بعد تعمد حملة عسكرية حوثية توجيه إهانات بالغة لسكان البيضاء من خلال مهاجمة منطقة الأصابح واعتقال وكيل المحافظة ثم قتل جهاد الأصبحي وهي تدافع عن بيتها. عملية الحشد التي وجهتها ميليشيا الحوثي باتجاه البيضاء تزامنت مع تهدئة تدريجية في جبهات شرق صنعاء وحتى الجوف شمالا، والتي كانت قد اشتعلت قبيل تأزم أحوالهم في البيضاء، وحقق فيها الحوثيون تقدما واضحا قبل أن يضطروا لتغيير بوصلة الحرب باتجاه البيضاء، غير أن القوات الحوثية المتواجدة حينها في محافظة البيضاء لم تكن مستعدة لخوض المعركة، فلجأ الحوثيون كعادتهم لاستثمار الوقت من خلال تقديم الوساطات القبلية التي تعتمد عليها، إضافة لسياسة الانفراد بالخصوم والإيقاع بهم واحدا تلو الآخر. سلالات من المشرفين حق البيضاء، وحصل ما حصل وطلعنا صنعاء واتفقنا احنا وبعض انصار الله على نقاط، وهي كالتالي: اولا اتفقنا انا وياهم على انهم يسلموا الجناح الذي اعتدوا على المراه وقتلوها وهي حرمه بريه في بيتها. ومع بدء الحوثيين عمليه عسكريه جديده، وبالرغم من اعلان الشيخ العواضي انه سيخوض معركته على اسس قبليه، إلا أن الأنظار تتجه لمراقبة ردة فعل الحكومة الشرعية وجيشها، وتعود إلى الأذهان قصص الخذلان التي تعرضت له جبهات المقاومة في الماضي، سواء تلك المعزولة في عتمة أو في المناطق المفتوحة للإمداد مثل قبائل حجور في محافظة حجة التي تعرض أهلها لهجمات ميليشيا الحوثي وخسروا جراء ذلك الكثير من الأرواح قبل أن يضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى. غير أن المختلف هذه المرة هو تميز موقع المواجهات بالقرب من مناطق التماس بين ميليشيا الحوثي وجيش الشرعية في محافظتي مأرب والبيضاء، وحتمية تحكم نتائج المعركة بمصير قطاع كبير من الأرض والسكان. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني، كما ارحب بمن ينضم لي فيها عبر الاقمار الصناعيه من مأرب المحلل السياسي سيد رشاد المخلافي. اهلا بك سيد رشاد. اهلا، مساء الخير اخي وجيه، لك ولضيوفك ولمشاهدي قناه بلقيس. حياكم الله. اذا بدايه، باعتبارك في مأرب قريب من البيضاء، اعطنا
أوضعنا في صورة الوضع العسكري في البيضاء بعد إعلان ميليشيا الحوثي حربها على قبائل العوام. نحن نعرف سياسة الحوثي منذ دماج مرورا بعمران إلى صنعاء إلى بعض المناطق اليمنية، يعني كانت تستخدم عملية المفاوضات والوساطات القبلية، هي عملية استراتيجية اعتمدت والهدن أيضا اعتمدت عليها ميليشيا الحوثي لكسب الوقت، فهي استفادت خلال الأسابيع الماضية من خلال الوساطة الآن ما يحصل في البيضاء وفي ردمان مع قبائل العواض والشيخ ياسر العواضي، أنها استخدمت الوساطات واستخدمت المفاوضات من أجل الاستعداد لمعركة قادمة، بحيث أنها تحاول كسر هذه الجبهة. لكن أنا أعتقد أن الوضع تغير تماما اليوم. صحيح أن الحوثي قام بمهاجمة عدد من المواقع وقام بقصف مناطق ردمان بالمدفعية بشكل مكثف، لكن كانوا أصحاب المنطقة جاهزين ومستعدين واستطاعوا أن يكبدوا الميليشيا خسائر، وهناك مواقع فعلا سقطت من الميليشيا بيد المقاومة القبلية. نعم. طيب، في سياق الحديث عن الوضع العسكري، إذا كان هناك قصف وما شابه، هل هناك تحرك من قبل الجيش والتحالف لدعم القبائل عسكريا حتى لا تترك فريسة للحوثي مثلما تركت مناطق أخرى؟ أستطيع أن أقول لك أن البيضاء وضع مختلف تماما عن ما جرى في المقاومات السابقة، فنحن نعرف أن حجور كانت منطقة معزولة، أيضا كانت هناك قبائل ولاها يبدو أنها كانت باتجاه الحوثي يعني أكثر، فاستطاع الحوثي أن ينفرد بها. أيضا مقاومة عتمة كانت مقاومة معزولة تماما من كل الاتجاهات وانفرد فيها الحوثي، لكن البيضاء وتاريخ البيضاء معروف، تاريخ حافل بالصراعات وتاريخ حافل بالمقاومة منذ مئة السنين، لو عدنا إلى الإمامة وتاريخها الأسود منذ أن وطأ الرسي صعدة بعصاباته من الرسيين والطبريين والديلم وبعض مرتزقته اليمنيين الذين كانوا من بعض أبناء القبائل في الشمال. هذه تاريخ أسود طويل، وجاءوا أبناؤه وأحفاده فحصلت معارك طويلة مع البيضاء. البيضاء كانت مقاومة تماما ورافضة للفكر الإمامي ورافضة للفكر العنصري وللعبودية بشكل عام، وكان لها تاريخ طويل من الصراع مع الأئمة. لذلك وضع البيضاء يختلف أولا من حيث أن قبائل البيضاء قبائل ممانعة ورافضة المشروع الحوثي على الإطلاق الآن حاليا، وعندها استعداد للمقاومة. أنت تعرفون تاريخ المقاومة وانفجار المقاومة، أكثر من مقاومة في محافظة البيضاء. أيضا اليوم ردمان مسنودة، ظهرها محمي تماما من الجيش الوطني، واحتمال أن تتغير موازين الأحداث في داخل البيضاء في حالة أن انفجر الوضع هناك. الجيش على استعداد للتدخل، وأنت تعرف أن الجيش موجود في قانية وفي ناطع وفي مساحة طويلة في مسرح العمليات، وقادر على أن يصل ويمد المقاومة. الوضع تغير يعني في البيضاء، أستطيع أن أقول أنه مغاير تماما أو غير ما حصل سابقا في عتمة وفي منطقة حجور وفي بعض المقاومات اللي حصلت في الشعاور في إب أو في بعدان. نعم. لكن هناك تواجد للحوثيين بشكل أو بآخر في مناطق في البيضاء، هناك أيضا ربما نوع من يعني كيف يفسر هذا التواجد بعد كل هذه الفترة من حرب الشرعية مع ميليشيات الحوثي؟ يعني إلى أي سبب ترجع أنت بقاء ميليشيا الحوثي في المحافظة إلى الآن؟ هذه أخطاء وأخطاء فادحة، دعني أكون صريح وواضح معك.
كان للتحالف دور كبير تماما، لأنه أنت تعرف أن مسارات المعركة أخذت مسارات أخرى، يعني لم تكن الأولوية حقيقية بكسر الحوثي. الحوثي أبسط وأضعف مما توقعه، وأنا أتكلم بهذا الكلام وأنا أعرف ما أقول تماما. الحوثي مجرد مواجهات اليوم، انظر ما الذي يحصل في نهم، ما الذي يحصل في صرواح. الحوثي حتى مقاومة عتمة التي كانت مقاومة معزولة وبإمكانات بسيطة وبالكلاشينكوف كسرت الحوثي وكبتته خسائر فادحة. يعني الحوثي ليس بهذا البعبع، لكن التعامل الأشقاء في التحالف كان هذا هو التعامل الخاطئ، بحيث أنه ذهبوا إلى إضعاف الشرعية وإلى إضعاف الجيش الوطني من خلال تشكيل كيانات أخرى سياسية وعسكرية خارج إطار الدولة، وهذه أضعفت المعركة تماما وأعطت الفرصة كبيرة للحوثي لكي يتصرف ولكي يكون سلطة أمر واقع في مناطق سيطرته. يعني كانت الأخطاء للأمانة تحملها الأشقاء في التحالف، وأنا أتحدث الإمارات بالذات، يعني كان لها دور واضح في بقاء الحوثي وفي استمرار الحوثي، ونحن نعرف أن العمر الحوثي لم يكن بهذا أن يصل إلى 5 سنوات في ظل معارك وفي ظل اشتعال جبهات وفي ظل مقاومات داخلية، لكن نعرف أن الأسباب الحقيقية وراء بقاء الحوثي واستمرار الحوثي كانت الأجندات الإقليمية والدولية، والإمارات كانت تنفذ أجندات دولية معروفة داخل المنطقة داخل اليمن، وكان يبدو أن حتى يبقى سلطة الحوثي سلطة أمر واقع في الشمال، بينما يذهب هناك مشاريع أقليمية ودولية لتفكيك المناطق الجنوبية وتحول محل نفوذ وسيطرة إقليمية ودولية، وبالذات طيب أنها سيد المخلافي تقع مناطق استراتيجية معروفة يعني على مستوى العالم. سيد المخلافي، دعنا نشكر معنا في الحوار سيادة العميد حسين العمري الخبير العسكري الذي نضمنا عبر السكايب من برلين. أرحب بك سيادة العميد. أهلا وسهلا أخي وجيه، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن بداية ضعنا في مستجدات أو أشركنا فيما لديك من معلومات حول آخر التطورات في البيضاء، تحديدا في مناطق آل عواض وفي البيضاء عموما. أخي وجيه، قبل أن أجيب على سؤالك، أولا أتقدم بالشكر الجزيل لقناة بلقيس لاهتمامها وتغطيتها لهذا الحدث الكبير، والشكر موصول لكل من يعمل خلف الكواليس، ووجه تحية لضيوفك الكرام وعلى رأسهم الأخ الأستاذ رشاد المخلافي. وطبعا أخي العزيز، نحن في البيضاء سبق وأن استضفتني عندك في الاستوديو وتكلمنا كثيرا عن هذه الميليشيات المؤدلجة بإيديولوجية معينة، ولاءها للخارج وولاءها معروف أنه لإيران، تم تدريبها وتجهيزها تحت شعارات إيرانية تم ترجمتها من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، وهي شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، بينما لا يوجد في البيضاء إسرائيلي واحد ولا أمريكي واحد. البيضاء قبائل مسالمة والبيضاء قبائل مسلمة، ولكن مع الأسف أن هذه الميليشيات نتيجة الصراعات السياسية والمماحكات السياسية بين المكونات السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية أودت إلى أن جعلت هذه الميليشيات توصل إلى صنعاء وتسيطر على مقدرات دولة وكل ما تعني هذه الكلمة من النظام السابق المنهار والدولة التي انهارت. فطبعا هذه الميليشيات تمكنت من الاستيلاء على إمكانيات الدولة من أسلحة ومن ذخائر ومن مؤسسات وما إلى ذلك، واستخدمت هذه الإمكانيات الهائلة لإخضاع القبائل اليمنية ومن ضمنها قبائل البيضاء. فبعد أن سيطرت على صنعاء توجهت مباشرة إلى البيضاء، لما البيضاء من أهمية وجغرافية واستراتيجية ولما لقبائلها من أهمية بالغة. وطبعا لم تدخل البيضاء كمحاربين أو وقفات حين، بل دخلوا بحيل انطلت على قبائل البيضاء حينها عندما كان يوجد تحالف مع النظام السابق بأنهم حرس جمهوري وأنهم ينتمون إلى الدولة، وما أن تكشفت أقمعتهم واتضح أنها ميليشيات مؤدلجة لا تمثل لمؤسسات الدولة بأي صدد، تم مقاومتها من أغلب قبائل البيضاء ومنها قبائل قيفة ثم قبائل دينا عمار وقبائل الزهراء الحميقان
ولكن فرضوا أمر واقع بقوة السلاح وبالإمكانيات التي امتلكوها وسلبوها ونهبوها من الدولة التي انهارت في النظام السابق. طبعا القبائل لا تمتلك الإمكانيات التي ترقى إلى مستوى التكافؤ والصراع. كانت هناك مقاومة بإمكانيات بسيطة ذاتية من القبائل التي ذكرتها، وطبعا هناك قبائل أخرى لا يتسع المقام لذكرها، لكن أنا ذكرت أهم هذه الجبهات التي جابهت وواجهت الحوثي ورضخت بقية القبائل. أمر واقع بأن هذه ميليشيات تمتلك هذه القوة وترفع شعار الموت للجميع، وحاولوا أن يتعايشوا مع هذا الوضع الذي فرض عليهم بقوة السلاح، ولكن هذه الميليشيات سلكت سلوكا فرعونيا، يعني صلف لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني. قتلت ونهبت وسلبت وشردت واختطفت كثير من المختطفين وزجت بهم بالسجون لسنوات دون محاكمات، وقتلت النساء والأطفال، حتى قتلوا مشايخ البيضاء، مشايخ آل عمر من قبيلتي. وهذه القضية يعني مشهورة ويعني مستنكرة من الجميع، ودائما ما كانت القبائل يعني تذهب إليهم بأنكم أنتم القضاة وأنتم الجلادين وأنتم المرتكبين هذه الجرائم، ولكن حققوا أدنى مستوى من العدل. وكانت يعني تأتي بوعود كاذبة وزائفة. لا يمكن أن يكون الجلاد هو من ينصفك، من يرتكب الجريمة لا يمكن أن يكون هو القاضي الذي تتحقق على يده العدالة. فوصلنا في الأخير لقتل النساء وأطفال كثيرات، إلى أن وصلنا إلى قضية الشهيدة جهاد الأصبحي التي أصبحت أم الجرائم، وهي جريمة يعني مركبة، حيث تمثلت بالقتل واقتحام المنزل وحرمات المنزل وقتلها أمام أطفالها وسلب ونهب ممتلكات المنزل ومجوهراتها وما إلى ذلك. فلجأوا أهلها إلى الميليشيات لعلها وعسى أن تنصفهم، ولكن مثل ما تكرر معنا في مقتل مشايخنا مشايخ آل عمر، عندما أوهمونا بأنهم سيقدموا القتلة إلى العدالة، تفاجأنا بعد سنوات بأنهم يظهروهم كشهداء في جبهات من جبهاتهم التي منتشرة على الساحة اليمنية. طبعا عندما توجهوا أهل القتيلة الشهيدة جهاد إلى الشيخ ياسر العواضي، وهذا في السلف والعرف القبلي بما يسمى أنه يدخل المظلوم على أي قبيلي ويلجأ إليه لإنصافه، حاول خلال شهرين أن يوسط وأن تتحقق أدنى العدالة لدى هذه الميليشيات نفسها. يعني أن تذهب إلى القاتل ينصفك من جريمة ارتكبها، وقلنا لعل وعسى، ولكن الحوثي يعني خلال شهرين استطاع أن يتبع هذا الأسلوب من الوساطات الكاذبة والتسويف والتعليل، وهو كان يلعب على وتر وعلى الزمن وكسب الزمن والوقت، وهو في نفس الوقت يحشد طيب حشودات يعني كبيرة. لتسليط الضوء على هذه الوساطة، ما هي طبيعة هذه الوساطة؟ هناك من يشير إلى أن هذه الوساطة اشتركت فيها أطراف دولية، أيضا أطراف خارجية، وكان هناك أيضا يعني متوسط يعني وسطاء داخليون أيضا. طبعا هذه الوساطات هي كانت من وجهات من وجهات البيضاء ومن خارج البيضاء، وحتى يعني من دول الاقليم. يعني سلطنه عمان في بدايه الامر تدخلت وطلبت هدنه معينه لنزع فتيل التوتر، وهذا ما كان. ولكن هذه الوساطات كانت تذهب، ومن ياتي من الوساطات او اللجان التي يبعثها الحوثي لا يمتلكون القرار، القرار ليس بايديهم، وانما يريدوا ان يحلوا القضيه في إطار ما يسمى عندنا بالحشم أو بدفع الحشم أو بالعيوب. أما الدم لم يجو يعني في البحث ما هو يعني مصير هذه المرأة التي سفك دمها بدون وجه حق. وثانيا نحن نطالب أن هذه السلوك التي تمارسها هذه الميليشيات من قبائل شمال الشمال ومن الشعب في محافظة البيضاء قد فاقت كل التوقعات وأصبحت غير لا تطاق. وأنا من خلال شاشتكم الموقرة أوجه سؤال لأخواننا في الشعف وفي قبائل شمال الشمال، هل يقبلون أن تأتي إليهم قبائل البيضاء لتحتلهم مثل ما هو حاصل عندنا في البيضاء وتمارس عليهم هذا الإذلال وهذا القمع الوحشي والاختطافات القهرية والقسرية لأبنائهم وقتل نسائهم وقتل أطفالهم؟ أعتقد أن الجواب سيكون لا،
بالنفي، وإذا كان الجواب بالنفي فإننا نقول لهم ما لا تقبلوه على أنفسكم لا تقبلوه علينا في البيضة. نحن نقول أن هذه الميليشيات والقبائل التي تناصرها من الشعب ومن شمال الشمال أنه لا يجوز لكم أن تستقوا علينا بالأسلحة وبالأمكانيات الهائلة التي استطعتم أن تسلبوها وتنهبوها من مقدرات الدولة التي سقطت في النظام السابق. نحن نقول أننا في حالة الدفاع عن النفس. يعني أخي العزيز، وجيت أنت والمشاهد الكريم توقع بأن هذه الميليشيات بالأمس ترسل طائرات مسيرة، وهذه الطائرات المسيرة لم يكن يمتلكها حتى اليمن فيما قبل الحوثيين، يعني حتى في النظام السابق لم يكن يملك علي عبد الله الصالح والجيش اليمني طائرات مسيرة، وامتلكها الحوثي وهي معروفة منين مصادرها. يتم إرسالها إلى مديرية ردمان ويتم قصف المنازل وقصف المدارس بهذه الطائرات المسيرة ويسقط قتيل، ومن الصدف أن هذا الشهيد الذي سقط أول شهيد يسقط بهذه الطائرات المسيرة هو خال الشهيدة جهاد الأصبحي، خالها أخو أمها. يعني بأن هذه رسالة كبيرة بأننا لا نبالي في الشهيدة جهاد الأصبحي، بل أننا سنقتل خالها، وإذا تمكننا من قتل أبوها وأخوها وأهلها قاطبة. وطبعا نحن لسنا دعاة حرب، ونحن قبائل سلم، ولكن ردمان وقبائل البيضاء هي اليوم في حالة دفاع عن النفس، وهذه يعني الدفاع الشرعي الذي مكن الله سبحانه وتعالى والشرايع والدساتير السماوية والأرضية أعطت الحق للدفاع عن النفس. فنحن نقول يا أخي العزيز إن هذه الميليشيات التي تمارس سلوكا إجراميا إرهابيا على محافظات البيضاء لا يقبلها إنسان عاقل، لا يقبلها قبيلي يمني، وأنا وجهت الرسالة هذه طيب إلى قبائل في سياق الدفاع عن ذلك، في سياق مناصرة البيضاء، دعني أسأل السيد رشاد المخلافي، يعني الردات الفعل الرسمية، كانت هناك تغريدات لأحمد عبيد بن دغري يدعو فيها قوات الجيش إلى نصرة البيضاء إذا ما طلب ياسر العواضي ذلك، وكذا يتحدث الآن أو يدعو نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر كل رجال محافظة البيضاء ومشائخها وقبائل أهل دعم ومساندة الانتفاضة التي لدعا إليها الشيخ ياسر العواضي عبر تغريدات على تويتر. يعني هل يقتصر دور الحكومة الشرعية قوات الجيش في دعم البيضاء عبر تغريدات في تويتر برأيك سيد المخلف؟ أنا أعتقد أنه الآن هذه فرصة مواتية للجيش الوطني، على الجيش الوطني أن يتدخل مباشرة. على فكرة هناك موقع ردمان وموقع مقاومة العواض وقبائل البيضاء هي قريبة جدا من نقطة تواجد الجيش الوطني في قانية، لا يبعد إلا مسافة بسيطة جدا. يعني على الجيش الوطني أن يتدخل، وعلى الجيش الوطني أن يخوض المعركة إلى جانب المقاومة. البيضاء زلزال بشري قادم وزلزال جمهوري. أنا أعتقد أن تحريك الجبهة هذه من أهم الجبهات التي شهدناها من قبل، وهذه فرصة كبيرة لأنها ستصل إلى مناطق أخرى، وأنت تعرف أنها وصولها إلى ذمار، وصولها إلى إب سيشكل زلازل بشرية ضد ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي لا تؤمن بأي وساطات ولا تؤمن، مجرد أن تتفاوض مع أي مجامع أو مقاومة أو قبائل هي تعتبر مجرد أن وصلت إلى هذه المرحلة أن هذا انتهاك صارخ في حق وكبرياء الميليشيا الحوثي، لأنها تنطلق من هذا الفكر الهاشمي الضلالي الاستعماري العنصري والذي شكل لعنة تاريخية على البلد منذ أن قدم مؤسسهم الأول يحيى الرسي. كانت كوارث وتاريخهم طويل، وأنا أتحدث حتى عن البيضاء ومقاومة البيضاء للأئمة على مدى التاريخ. لذلك الجيش الوطني عليها أن يتدخل وأن تتواصل ساحة المعركة ومسرح العمليات العسكرية. طيب هل هناك ما قد يمنع؟ يعني هل كبيرة؟ يعني من وجهة نظرك سيد المخلافي، هل هناك معادلة ما تمنع الجيش من أن يدعم أو الحكومة بشكل عام من أن تدعم جبهة البيضاء بشكل أكبر مما حدث، على ألا تترك لقمة للحوثيين، على ألا يستفردوا بها في هذه المعركة؟
إذا دخلت أطراف دولية، وأنا أعتقد هذا هو ما زال الهاجس، يعني أطراف داخلية أو دولية لها مصلحة في استبعاد، يعني في تحييد الجيش الوطني والحكومة الشرعية، لكن أعتقد هذا ما زال يعني ليس محسوما إلى الآن، وأعتقد أنه لأنه هذه مناطق مرتبطة تماما بجبهات الجيش الوطني، وعلى الحكومة أن تتخذ قرار بدخول الجيش إلى المعركة يعني، وهذه مناطق كلها حاضنة للجيش الوطني، كلها حاضنة للجمهورية، لا يوجد حاضنة للحوثي على الإطلاق. نحن نعرف أن الحوثي كان يتحرك في مناطق قبلية معينة، استطاع أجدادهم وآبائهم وأجدادهم الأولين أن يجعلوها إرث خاص بالسلالة الهاشمية، بينما المناطق الأخرى ومن ضمنها البيضاء هي مناطق كفار تأويل مستباحة العرض والأرض والمال. لذلك البيضاء ستنطلق هناك مقاومة كبيرة أنا أعتقد، والجيش الوطني عليه أن يدخل، وسيدخل الجيش الوطني إن شاء الله. نهاية الحوثي أنا لا أقول قريبة، لكننا سنشهد انهيارات وانهيارات كبيرة داخل صفوف الميليشيا الحوثي، ونحن نعرف هذا التضخيم سواء إعلامي أو سياسي أو عسكري من كان وراء التضخيمه، بينما هو في الواقع مجرد بالونة ستنهار في أي لحظة أمام مقاومات وانفجار مقاومات ومواجهات جدية وحقيقية، ويكون فيها أيضا إسناد جوي حقيقي. الآن ما شاهدنا في نهم خلال الأيام السبع الأيام الماضية كان للتحالف لطيران السعودي دور قوي وفاعل في المعركة، ما طبيعة هذا الدور؟ استطاع الجيش الوطني أن يحسم المعركة وأن يكبر، نعم، ما طبيعة هذا الدور؟ وأن يكبد الميليشيا الحوثي خسائر فادحة، نعم، ما طبيعة هذا الدور لطيران التحالف؟ يعني أنت تعرف منذ 5 سنوات لم تكن المسألة مسألة حسم المعركة مع الحوثي واضحة وحقيقية وفي أجندات التحالف، بالعكس، ونحن نعرف أن في كثير من هذا لا أستطيع أن أقول عليه إخفاق، وإنما كان هناك تواطؤ واضح مع الحوثي. ضرب الجيش الوطني في أكثر من مرة منذ 2015 في معسكر العبر الذي يبعد عشرات الكيلومترات من مسرح الجبهات والمواجهة مع ميليشيا الحوثي، أيضا في جبهات الجيش أيضا تعرضت هناك لأخطاء، ويعني وسميت بأخطاء ضربات صديقة وأخطاء، بينما كان الموضوع واضح أنه يجب أن يبقى الحوثي، بينما تنفرد الإمارات وأجندات دولية في المناطق الجنوبية والشرقية لتنفيذ أجندات أخرى خارجة عن سياق المعركة الوطنية وخارجة عن سياق استعادة الدولة. لكن اليوم الشعب اليمني يلتف حول مؤسسته الدفاعية والأمنية العسكرية، هذه الدستورية. اليوم الشعب اليمني يدرك أن لا حياة له إلا بانتهاء بكسر الانقلاب عسكريا في صنعاء أو في عدن، حتى ولا حياة له ولا استقرار ولا أمان إلا باستعادة الدولة وبسط نفوذها على كل شبر من أرض الوطن. نعم. شكرا لك. إذن السيد رشاد المخلافي المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. بالعودة إليك سيادة العميد حسين العمري، يعني في سياق الحديث عن البيضاء الآن، من يقود الجبهة هناك في البيضاء؟ أخي وجيه حفظك الله، نحن مثل ما سبق وأن أوضحت لك بأننا في إطار النكف القبلي، القبائل طبعا ليست كالجيوش النظامية تقودها قادة رتب عسكرية أو بدرجات معينة، وإنما الانطلاقة من ردمان هو تحت شعار أخذ الثار ورد اعتبار أسرة الأصبحي ستكون هذه المعركة بقيادة والدها. القبلية في إطار القبلي، نحن لازلنا نقول إننا قبائل وإمكانيتنا في إطار القبيلة، ونحن نمارس حقنا الدفاع الشرعي في إطار رد الاعتبار، وإذا كان وفرض علينا أن نموت من قبل هذه الميليشيات فيجب أن نموت ونحن واقفين ونحن ندافع عن أرضنا وعرضنا وعن شرفنا.
أما بالنسبة للجيوش النظامية فهذه تخضع لقوانين عسكرية ولقرارات سياسية وقرارات عسكرية، نحن لا نملك من الأمر شيء. إنما نقول وأوجه من خلال هذه الشاسة سؤالي بصفتي ضابط وكادر من الكوادر الأقدميين إلى معالي وزير الدفاع الأخ الزميل محمد المقدشي، أقول له إذا كنت صادقا يا أخي كوزير دفاع، إذا كنت قاتل الحوثي فها هو الحوثي الذي تقاتله القبائل البيضاء، هو نفسه الحوثي الذي يجب أن تقاتله. نحن لا نملك من الأمر شيء في الجيش، في جيش الشرعية، وإنما نقول لهم أقلها أضعف الإيمان أن تردوا الجميل للقبائل البيضاء. فلا يوجد لواء ولا توجد منطقة من المناطق العسكرية ولا محور من المحاور العسكرية إلا وأبناء البيضاء مشاركين فيها في الجيش الشعبي، في الجيش الشرعي. فأقل القليل عليهم أن يردوا الجميل لأبناء البيضاء الذي سالت دماؤهم في كل جبهات التي خاض الجيش الشرعي معاركه، من نهم إلى ذباب إلى الساحل الغربي إلى جميع، أقول جميع بدون استثناء، لا توجد جبهة من جبهات الجيش الشرعي إلا وأبناء البيضاء في المقدمة. قدموا ضحايا، تضحيات كبيرة من شهداء ومن جرحى، ولا زالوا. نحن نقول إذا كانوا صادقين في قتال الحوثي فها هو الحوثي اليوم أمامكم، ولا تبعد جبهة قانية عن ردمان إلا بضعة مئات من الأمتار، وكذلك ناطق لا تبعد عن منطقة الاشتباك إلا كيلومترات قليلة. نتمنى أن لا يخذلونا كما خذلونا عندما كنا مقاومة شعبية في ذي نعم آل عمر والزاهرة الحميقان وفي قيفة وفي الصومعة وفي كثير من المناطق. نقول لهم يكفي درسا تعتبروا فيه في قبائل حجور وقبائل كشكر وغيرها من القبائل التي خذلت من قبل الشرعية والتحالف، لكن نحن نقول لهم أننا في إطار قبائل ندافع الدفاع الشرعي، الدفاع عن النفس وعن الأرض وعن الأرض. من يأتيك إلى بيتك ويقصفك بالطائرات المسيرة لم يترك لك خيار ولا حل سلمي أن تتفاوض معه، يقتل النساء، يقتل الأطفال، يختطف أبنائنا من النقاط ومن الأسواق ويزجهم في سجون لسنوات طويلة دون محاكمة ودون إجراء أي تحقيق معهم إلا لكونهم ينتمون إلى البيضاء. فهم عندما أتوا إلى البيضاء أيام الأئمة السابقين كانوا يقاتلون على أساس أنهم مجاهدين ونحن كفار، واليوم يقاتلون على أساس أنهم أنصار الله ونحن دواعش خارجين عن الملة. هذا يا أخي لا يجوز، هذا طيب ظلم. في هذا السياق هذا دعنا نشك معنا سيادة العميد، دعنا نشك معنا دكتور محمد جميح المحلل السياسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من باريس، ورحب بك دكتور محمد. إذن كيف توصف ما يحدث في البيضاء اليوم بين ميليشيا الحوثي وقبائل العوار؟ مشاهديك وضيفك الكريم، المعركة في البيضاء ينبغي أن تحتسب أنها معركة يعني دولة مقابل انقلاب، وجزء من هذه المعركة لا ينبغي أن نحصر المعركة في ياسر العواضي أو في ردمان أو في غير العواض من القبائل أو غير العزل والقرى والمديريات، غير ردمان من العزل والقرى والمديريات. المعركة أخي العزيز هي تأتي في سياق يعني مقاومة اليمنيين للمشروع السلالي الحوثي والإمام الكهنوتي، هذه حقيقة من الحقائق ولا أعتقد أنه يجب أن نغفل عنها. يعني البيضاء ليس فيها كما هو معروف أي حظ من الحوثيين، ولكن للأسف الشديد الحوثيون عرفوا كيف يعزفون على وتر التباينات القبلية والمجتمعية داخل هذه المحافظة، مما مكنهم من البقاء في بعض مديرياتها. أنا أعتقد أن البيضاء لو أن القبائل فيما بينها تتغاضى عن خلافاتها الداخلية سيحصل ما حصل في مأرب، لأنه أخي الكريم في 2015 تداعى أبناء مأرب وكان بينهم ثأرات معروف بحكم الطبيعة القبلية للمجتمع، ويعني وقعوا على وثيقة صلح لمدة 5 سنوات دعا إليها مشايخ المحافظة، وتوجهوا جميعا إلى المطارح وكانوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع يعني غرمائهم من جاز التعبير في الثأر القبلي. أعتقد أن البيضاء هي بحاجة إلى مثل هذا الطرح، بحاجة إلى مثل هذا التوجه، وهذه مهمة الشيوخ القبائل، لأنهم لا يجب أن تظل النبرة القبلية والنبرة الحزبية والتنابز والخلاف والسائد في هذه المحافظة، لأنهم إذا وجد الحوثي في صعدة يمكن أن نقول أن هناك
بعض من يؤمن بفكرة أو وجد في حجة أو وجد في بعض المناطق في شمال البلاد، يمكن أن نقول أن هناك من يؤمن بأفكاره، لكن في محافظة البيضاء بشكل عام لا يوجد من يؤمن بهذا الفكر إلا من يعدون على الأصابع ممن استقطبهم الحوثيون وأصبحوا معتنقين لهذا الفكر. ولكن بالمجمل الذين يقفون مع الحوثي في البيضاء هم يقفون لهذا السبب أو ذاك، منها نكاية بهذا الطرف القبلي، منها الحرص على الاستقواء بالحوثيين، منها حرص على أخذ أموال الحوثيين، منها أيضا خوفا من الحوثيين وهكذا. هذه الأسباب لو تم تدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها لما وجد الحوثي موضع قدم هناك في البيضاء. أنا أعتقد أن ينبغي أن لا نتسرع في الحكم يعني على معركة ردمان، ربما كانت البداية. الجيش طبعا مهما حصل في ردمان إلا أنه بالقرب في قانية واستطاع اليوم أن يصل إلى مسافات يعني في الأغوال، وتم التعامل مع بعض العناصر الذين حاولوا قطع الطريق. ولكن أنا أعتقد أن التنسيق ينبغي أن يكون بين الجيش وبين هذه القبائل، لأنهم القبائل عندما تريد أن تحارب منفردة فإنها ربما لا تستطيع أن تواجه الحوثي بإمكانياتها الذاتية، بحكم يعني كما تعرف الحوثيون يملكون إمكانيات دولة أو دولتين سابقتين في اليمن كانت ثم بعد ذلك دولة الوحدة. لكن بالمجمل أخي العزيز هذه معركتنا نحن اليمنيين، ولا أعتقد أن أحدا ينبغي أن يصنف معركة البيضاء أنها على هذا الطرف الحزبي أو ذاك الطرف القبلي. طيب في هذا السياق دعني أسأل سيادة العميد حسين العمري، يعني في سياق الحديث عن ما بداخل أو التركيبة القبلية في البيضاء، سيادة العميد أنا أقرأ الآن خبرا قبل يوم تقريبا على أن هناك مقتل قيادي في المقاومة الشعبية بجبهة الحازمية في كمين لمسلحين قبليين. إلى أي مدى الخارطة القبلية في البيضاء متحدة؟ طبعا أخي وجيه، مثل ما تفضل سعادة الدكتور محمد جميح، هناك يعني ثارات قبلية وهي موجودة بطبيعة الحال في جميع المجتمعات القبلية التي تنتمي إلى النسيج القبلي. فما حصل من حادث مع الأسف هو في إطار ثار قبلي لا يتعداه، ولكن نحن من خلال شاشتكم ندعو جميع قبائل البيضاء أن يتركوا جانبا جميع المماحكات السياسية والمماحكات القبلية ويتركوا الثارات، ونحن اليوم أمام خصم شرس للجميع، وهو مثل ما هو للشرعية ندعو أيضا الشرعية ونقول لهم نتمنى عليهم أن لا يحملوا قبائل البيضاء أن يقوموا بدور الجيش، فهم قبائل، وهذا الدور الذي تقوم به قبائل البيضاء سواء فيما مضى في قيفه وذي نعمان عمر والزاهرة الحميقان أو ما يقوم به اليوم النكف القبلي في ردمان هو في إطار النكف القبلي ليس إلا، ولا يمكن أن يكون أن يحل النكف القبلي محل دور الدولة ودور جيش الدولة، الجيش النظام الذي يمتلك الإمكانيات التي ترقى إلى مستوى التكافؤ مع الميليشيات الحوثية. نحن نقول لهم أن ما يقومون به أبناء البيضاء اليوم هم يتحملون على عاتقهم دور ليس مناط بهم، هم قبائل في إطار القبائل، وهذا الدور يجب أن يقوم به الجيش الشرعي الذي يمتلك إمكانيات الدولة. ونقول لهم أنه من المعيب أن تكون جبهاتكم التي لا تبعد عن جبهات النكف القبلي إلا مئات من الأمتار وأنتم تتفرجون أو تكتفون بالحياد، هذا من المعيب عليكم، لأن هذا هؤلاء هم أبنائكم وهؤلاء هم أخوانكم، وهم أغلبهم من انتسبوا إلى 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 جيش الشرعية وشاركوكم في كل الجبهات. فيعني يجب أن لا تترك القبائل لقم الصائقة أمام إمكانيات الحوثي، وقد يفتك بها الحوثي مثل ما حصل لو قدر الله في حجور وفي كشر وفي أماكن كثيرة. يجب أن لا يكون دور الشرعية دور المتفرج، فهذه القبائل هي تقوم بدور فوق عاتقها فوق طاقتها فوق إمكانياتها، ولكن هم في إطار الدفاع عن الشرف وعن الأرض وعن العرض. طيب بالانتقال إلى هذه النقطة دعني أسأل دكتور محمد جميح. دكتور محمد، هناك مخاوف من أن تترك الحكومة يترك التحالف أيضا قبائل البيضاء لمصيرهم، مثل ما يعني يقول كثيرون حدث في حجور وعتمة وغيرها، هل تتوقع أن يتكرر السيناريو هناك أيضا؟
أخي العزيز، يعني نحن لا ينبغي أن يعني عندما يعني يحصل تراجع هنا أو هناك في حجور على سبيل المثال، أو في عتمة أو في ريمة أو في الرضمة أو في غيرها من المناطق التي أصلا هي يعني هي أصلا داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعندما يحصل تراجع لا ينبغي أن نبعد في تأويل هذا التراجع بأنه نتيجة لخيانة وبأنه نتيجة لتآمر. ينبغي أن نتخفف قليلا من فكر المؤامرة ونظرية المؤامرة وفكر التخوين. أحيانا يعني لا يكون بمقدور الجيش الحكومي الوصول إلى المناطق التي يراد أن يصل إليها، وأحيانا يفرض الحوثي زمان ومكان المعركة. ولذلك لكي نتخلص من مثل هذه الإشكالات، فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تنسيق. نحن أخي العزيز مشكلتنا في الشرعية هو يعني انخفاض مستويات التنسيق، لأنه على سبيل المثال معركة ردمان أعتقد أن هناك نوعا من التنسيق المتأخر الذي كان، لكن يعني مثل هذه المعركة التي يعول عليها على أساس أن تكون بداية لتحرير محافظة البيضاء، يجب أو كان ينبغي أن يكون التنسيق بشكل أكبر، وكان ينبغي أن يحدد الجيش ومعه القبائل هم الذين يحددون زمان وتوقيت وساعة الصفر بالنسبة لهذه المعركة، لأنك عندما تحدد ساعة الصفر أنت فإنك تملك زمام المبادرة، لا أن يتم الانتظار منذ أن أعلن النكف القبلي قبل لا أدري يمكن شهر أو في حدود شهر والأمور على ما هي عليه. يعني جاء الناس ووصلوا إلى هناك ولم يتم تحريك ساكن، وفي الأخير الفرد يعني بذاته أو ابن القبيلة هو لن يستطيع أن يمكث في ردمان أو ما حولها شهورا طويلة، لأنه في الأخير ليس جنديا يتبع لواء أو وحدة عسكرية، وإنما أتى بداعي النكف، والنكف غالبا ما يستمر أياما محدودة، لكن لا يستطيع ابن القبيلة أو إمكانات القبيلة أن تستمر فترة طويلة على أساس هذا النكف. في تصوري أنه أعطي الحوثي فترة كافية خلال الأسابيع الماضية لأن يحشد وأن يجمع وأن يعد وأن يخطط لهذه المعركة، فيما جاءت القبائل ينقصها الكثير من التنسيق فيما بينها والكثير من التنسيق مع الجيش، وأيضا لم تأخذ بزمام المبادرة بما أنها اجتمعت، كان ينبغي أن يستعجل في فرض شروط المعركة لا أن ننتظر إلى أن نهاجم الحوثي ونكون نحن في موقف الدفاع. أنا أعتقد أن هذه نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. شكرا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. بعودة إليك سيادة العميد، في سياق الوضع هناك الآن برأيك ما الذي نحن سنقبل عليه خلال الأيام القليلة القادمة؟ أولا أخي وجيه دعني أعرج على ما طرحه الأخ الدكتور محمد جميح حول ما طرحه من تساؤلات في عدم تفجير الموقف قبل شهرين. نحن قلنا بأن القبائل ليست دعاة حرب، نحن لسنا دعاة حرب، نحن كنا نتأمل أن يكون هناك حلول سلمية وأن تجنح هذه الميليشيات للسلم وأن تقدم الجناه إلى المحاكم لديها وأن تغير من سلوكها الفرعوني سلوكها المتعسف. نحن لسنا دعاة حرب ولم نريد الحرب، الحرب هي فرضت علينا عندما فجرها الحوثي بالأمس، لو لم يفجرها الحوثي بالأمس ما كنا دخلنا في حرب. أما بالنسبة للشرعية فلا يوجد للشرعية إذا كانت دولة، فأن أبناء البيضاء هم جزء من الدولة اليمنية، الشرعية هي ملزمة أن تدافع عن المواطن في البيضاء وفي غير البيضاء، وخاصة إذا ما يعني علمنا بأن جبهاتها متلاصقة مع جبهات ردمان، يعني لا يوجد لهم عذر في حجور كانوا يقولوا بأن المنطقة الخامسة تبعد عشرات الكيلوهات المتر ولا تستطيع أن توصل الإمداد ولا تستطيع أن توصل الدعم، أما في ردمان هم ملتصقين التصاقا تاما، الجبهات والمواقع القبائل النكف ملتصقة التصاقا تاما لا تبعد إلا بضع مترات، فالشرعية هي ملزمة شرعا وقانونا أن تدافع عن المواطن بصفته مواطن، هي تدعي أنها دولة والدولة من واجباتها أن تحمي مواطنيها، والبيضة هي محافظة من 19 محافظة، إذا لم يحموا البيضة في هذه المحنة فمتى عساهم يحمونها؟ عندما نكون في خير لا جزاهم خير. أما بالنسبة للقبائل هي تدافع عن شرفها وعن عرضها، وإن شاء الله أن
سنأخذ بالثار. نحن لسنا مكلفين بتطهير البيضة ولسنا مكلفين بتحرير البيضة. نحن قبائل، المكلف بتحرير البيضة هي الجيوش الشرعية التي تمتلك إمكانيات الدولة، أما نحن في إطار القبائل سنقوم بأخذ الثار وسنقوم بالدفاع الشرعي، وإن شاء الله أننا سنمرغ أنوف الحوثي أكثر مما مرغتها الشرعية، ونقول لهم أن التاريخ لن يرحمهم كدولة أنهم تركوا المواطن في حجور وفي البيضة وفي غير البيضة، لأنهم هم الملزمين في حماية هذا المواطن، ولم حتى ولو لم يقاتل الحوثي عليهم يعني شرعا وقانونا أن يحموا المواطن. أما وقد أصبحنا اليوم في خندق واحد ونقاتل الحوثي، فإنه أصبح عليهم ألزاما أن يدعموا جبهة النكف ويشعلوا جبهاتهم التي هم نائمين فيها منذ 5 سنوات في قانية وفي ناطق وفي بكيراس وفي الحازمية وفي غيرها. ما لم فأننا نقولها صراحة أننا نحملهم المسؤولية الكاملة كمواطنين أن يسفك دم المواطن والدولة الشرعية تتفرج عليه. هذه لم تحصل في أي بلد تحترم نفسها. شكرا لك سيادة العميد حسين العمري الخبير العسكري، كنت معنا عبر السكايب من برلين. شكرا لك. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.